السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم سولوركس. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي هنبدأ نرسمها من الفرونت بلان، لأن ده أسهل فيو أقدر أرسم منه. تمام، اللي أنا هبص الرسمة من هنا وأبدأ أرسمها، فهاجي في الفرونت بلان وأتك عليه تكة صغيرة ويطلع لي قايمة هقول له سكتش. هبدأ أرسم لاين من الأوريجين، فهاجي على الأوريجين هنا كليك، وبعد كده أمشي أفقي رأسي أفقي رأسي أفقي وأنزل رأسي تاني كده. أنا رسمت البروفايل أو الكونتور بتاعي ده. هبدأ أقول له سكيب وأحط دايمنشن إن الطول ده معايا 71 مللي، يبقى ده كده معايا 71 مللي، ومعايا الرأس ده 32 مللي، أفقي ده 13، المسافة الرأسية دي 13 مللي. هبدأ أقول له فيتشر سترود على 34 مللي أهي، يبقى كده أقول له 34 مللي وأقول له صح على كده. عايز أرسم الشكل اللي من جوه ده، فهاجي أرسم على البلان ده وأقول له سكتش، وهبدأ أرسم ريكتانجل كورنر ريكتانجل من الكورنر ده لهنا كده، وأقول له سمول دايمنشن ان الطول ده عندي 38 مللي، وعندي السكنس بتاعه او السمك بتاعه 14 مللي، وابدا اقول له اكزي سكتش واكسترود على 45 ماينس 13. يبقى هنا اقول له الاكسترود بتاعي 45 ماينس 13 واقول له صح. يبقى ده كده رسمت الرسمه بتاعتي. اقدر اكبر الصوره بتاعتي واقول له في الماتيريال كليك يمين واقول له ايديت ماتيريال، وأحط الماتيريال بتاعتي إن هي تكون كفر في حاجة من على جنب من هنا، أختار كفر ألوي وأختار كفر وأقوله أبلاي وكلوز. هنا من قائمة إيفالويت أقدر أقوله ماس بروبرتس، هيطلع لي إن كتلة الجسم ده حوالي 474 جرام. وده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك لارنس دورس أرابيك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.